طلبة إضافة ضمن اختصار المبنى عليها تحت وقف الاحترام المعنوي من قبل المتهم الأول طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي جاء مضمون بإيجاز فيما يخص ذلك الاتهام. تبين لنا من توقيع كشف الطب الظاهري على الجثمان من قبل وجود تمرد من قبل وجود تمرد غير كامل وغير مندمج الحواس ووجود تكتم بغشاء البقار مما يشير الى تعويض المسبوق الى تعرض المسبوق المسبوقه الى علاج عضو ذكري بالغ. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة سعمة حنفي. النهاردة منفجر مفاجآت في قضية الطفلة بسند، الطفلة اللي عندها 16 سنة في تانية ثانوي واللي انتحرت بحبة الغلال لما بعض الشباب في القرية خمسة بما فيهم ابن عمها اللي في كلية الهندسة اللي هددوها بصور مخلة ليها بالاداب اذا ما استجابتش لاغراضهم الدينية وقامت بممارسة الجنس معه. كلنا اتكلمنا عن الموضوع ده وكان ترند ورأي عام وان الموضوع البنت دي انتحرت وهي مجني عليها نتيجة تهديد الشباب ليها بممارسة الرذيلة معاهم وإلا هيفضحوها بالصور والفيديوهات. بالأمس القريب كانت أختها الكبيرة رايحة تجيب طعمية وتفطر، يعني أي حد معروف عندنا في الصبح عامل زي الفلكلور، تلقى الأب والأم وحد من الأولاد بينزل الصبح بيروح يجيب فول وطعمية وعيش سخن وبيفطروا بيها، ده شيء متعارف عليه في معظم الأسر المصرية المتواضعة الحال، يعني الناس ما بتاكلش جبنة ولانشون وبيض وعسل أبيض، لا معظمها فول وطعمية. فأخت بسنت اللي ماتت الله يرحمها رايحة تجيب فول وطعمية وعيش الصبح. أهل المتهمين الخمس شباب كانوا بالصدفة هم التانيين رايحين يجيبوا فول وطعمية. فشافوا أخت بسنت فبيقولوا لها ليكي نفس تاكلي وتفطروا واختكم فتحاكم وليها 80 فيديو وصوره على الموبايلات وعلى اليوتيوب بيعايروا اخت بسنت باختها اللي ماتت منتحره بسبب ولادهم. يعني الستات اللي بيعايروا اخت بسنت، البنت ماتت بسبب العيال الشابه الصايعه الضايعه دي اللي ما لهوش حد يربيهم، بيعايروها هي بدل ما اخت بسنت تقف تقول لهم حرام عليكم اللي ولادكم عملوه في اختي. اهل المتهمين بيعايروا اخت بسنت باختها اللي ماتت الله يرحمها. فابتدت اخت بسنت بتدافع عن اختها، فكانوا هيشبكوا ببعض اللي هم ان اهالي القريه قدروا ان هم يفرقوهم وروح يا ستي مالكيش دعوه بالعيال دي، ده اهلهم ما يعرفوش يربوهم وعيال وسخه وشباب صايع، رغم ان فيهم مين بنت ابن عم بسنت كان بيشارك مع الشباب دي. طبعا الكلام ده في قريه اسمها قريه كفر يعقوب مركز كفر الزيات محافظه الغربيه. انا ما رضيتش اتكلم ولا اعمل حلقه تاني غير لما اتاكد من تقرير الطب الشرعي. الطب الشرعي قال ايه؟ هو ده المهم اللي هيفسر حاجات كتير. وهنا كانت المفاجآت اللي هنقولها دلوقتي. البنت اسمها بسنت خالد شلبي 16 سنه. ايه اللي حصل؟ انا قبل الحاله ما تبدا اتصلت بوالدها. قلت له تقرير الطب الشرعي الكلام اللي نازل ده واللي مكتوب صحيح؟ هل فعلا الطب الشرعي اثبت ان بنتك مش بكر وان تم اغتصابها؟ قال لي ايوه، بنتي اغتصبوها الخمسه دول. قلت له ازاي اغتصبوها؟ ده احنا كنا بنقول صور متفبركه، كنا بنقول ان الصور دي مش حقيقيه. قال لي هو ده اللي حصل، ان هم اغتصبوا بنتي. عشان كده في المحكمه اهالي المتهمين عايزين يخلوا المحكمه تضيف تهم على اهل بسنت عدم تربيه البنت والاهمال في رعايتها. يعني ابو بسنت وامها ما عرفوش يربوها وما كانش بيرعوها عشان كده البنت منحرفه. في حين ان اهالي المجني عليها اللي هي بسنت رفعوا قضيه على الخمس شباب بتهمه اغتصاب بسنت، لان الطب الشرعي قال لك ان في تهمه اغتصاب. ايه اللي حصل بقى؟ ايه الحقيقه؟ وده هنهارها لكم من واقع الطب الشرعي وتحريات المباحث. بسنت طبعا المتهمين ابراهيم 17 سنه للاسف هيتعمل انه حدث، محمود 21 سنه، اسماعيل 20 سنه، عبد الحميد 19 سنه، عبد الحميد الثاني 16 سنه.
اللي حصل ايه؟ ابراهيم قدر ان هو بطريقة او باخرى يرسم على البنت الغلبانة دي الحب، وقدر ان هو يوصل لكل جسدها ويصورها، وراح موريها لاصحابه. اصحابه قالوا لا مش انت لوحدك، انت هدتها بالصور دي وخليها تجينا. وفعلا ابتدى ابراهيم اللي عنده 17 سنة اللي ضحك على بسنت يهددها بالصور فيديوهات، دول اصحابي ولازم تعملي معاهم زي ما عملت معاي. فاضطرت بسنت ان هي تستجيب ليهم وتروح لهم، وابتدوا هم الخمسة يمارسوا معاها ويصوروها. عشان كده ابوها قال لي البنت خافت تيجي تقول لي، البنت 16 سنة وخافت تيجي تقول لي. عشان كده هم استغلوا ضعفها، والبنت اقل من 18 سنة في نظر القانون طفلة، واستغلوا خوفها من اهلها وخوفها من الفضيحة وخوفها من الصور اللي الكلب الاولاني ابراهيم صورها لها، وابتدت تستجيب ليه وتعمل اللي هم عايزينه علشان خايفة ان الصور دي تتوزع. ولما اخرت مرة راحوا منزلين الصور وفضحوها. تعالوا عشان بس ما نقولش ان احنا في من فابريك او بنقول حلقة كلام مش مظبوط، تعالوا اقرا لكم القصة كلها من خلال التحريات اللي تم نشرها في عموم السوشيال ميديا. طبعا قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الاولى برئاسة المستشار سامي بريك في وقت سابق يوم السبت تأجيل اولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الطالبة بسنت خالد المعروفة اعلاميا بضحية الابتزاز الالكتروني في الغربية، تم تأجيلها ل 8 مارس. دفاع المتهمين بقى قالك ايه؟ اسرة الطالبة يعني عايزين يتهموا اسرة الطالبة بسنت، معتبرين انهم لم يحسنوا رعاية ابنتهم ومتابعتها ومعرفة حياتها، وان القضية من فعلها الشو الاعلامي. يعني بيقولك بتحكموا العيال دي ليه؟ حكموا البنت واهل البنت، معرفوش يربوها، معرفوش يعلموها، ما كانش بيرابوها، ما كانش بياخدوا بالهم منها. البنت الحرف كانت بتروح للولد اللي صورها. بينما طلبت هيئة الدفاع عن بسنت المحامين بتاع البنت الغلبانة اللي ماتت دي، طلبت من هيئة المحكمة إضافة تهمة الاغتصاب إلى المتهمين كما ورد في تقرير الطب الشرعي اللي أثبت إن البنت مش بكر. إيه بقى؟ تعالوا نشوف بقى اللي حصل. إيه بقى؟ النيابة طبعا المتهمين إبراهيم 17 سنة طالب، محمود 21 سنة عامل، إسماعيل 20 سنة ده الوحيد اللي هارب، عبد الحميد 19 سنة عامل، عبد الحميد 16 سنة طالب. يعني حتى البنت كانت بتستجيب لعيال صايع لأنها خايفة أن الكلب الأولاني اللي اسمه إبراهيم كان مصورها وكان بيزلها بالصور. طبعا النيابة العامة توجهت او وجهت تهمة الاول بقى اللي هو اسمه ابراهيم 17 سنة، تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان تعامل في شخص طبيعي هي المجنى عليها الطفلة بسنت بان استخدمها لاتيان افعال جنسية مخلة. شوف هو اللي استدركها، استخدمها لاتيان افعال جنسية مخلة بواسطة استغلال حالة ضعفها الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا باجبارها على ممارسة افعال جنسية معه ومع المتهمين الباقيين. المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس اتفقوا مع المتهم الاول على تهديد المجن عليها لاجبارها على ممارسة الرذيلة معهم، فهددها المتهم الاول بذلك واستجابت المجنى عليها لتهديدهم، استجابت ليه وراحت لهم. وجهت النيابة العامة للمتهم الاول والثالث والرابع هتك عرض المجنى عليها بالقوة، هتك عرضها بالقوة لما راحت له. عملوا ايه بقى؟ والتهديد بان عملوا ايه؟ حصر عنها المتهمان، يعني رفعوا هدومها المتهمان الاول والثالث ملابسها واستطال بايديهما عموم جسدها ومواطن عفتها حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من اثارهم والتأهب لارتكاب الجريمة. يعني خلعوها وايديهم لمست عموم جسمها، كل ده مصورينه كان بيهددوها بيها. كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم الأول والثاني هدد المجنى عليها كتابة بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب إرسالها ليهم، كان بيخليها تبعت لهم كروت شحن كمان، يعني كانوا بيجبروها بالصور تاخد من أبوها وأمها فلوس وتبعت لهم كروت شحن عشان الموبايلات بتاعتهم. كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن نقلوا دون رضاها عن طريق اللي هي الصور والفيديوهات دي. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفتوا
البنت عشان خافت تقول لابوها وامها وصلوا ان هم كلهم يغتصبوها. والبنت خافت تقول زي ابوها ما قال لي. البنت خافت ان هي تحكي لنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. وللاسف في محامين, صحيح المتهم من حقه يجيب محامي يدافع عنه, لكن المحامين بتاع المتهمين عايزين يوجهوا تهمه الاهمال لابوها وامها اللي ما عرفوش يربوها. يا اخو ربوا اولادكم انتوا الاول. هي البنت دي لما ان هي غلبانه وتضحك عليها كانت عمل فيها كده؟ هنقول ايه غير ربنا المنتقم, ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.